دي من علامات الساعة. أيوة كسرة الزلازل. اسمعوا، هل هي الزلازل دي ولا دي؟ ما نعرفش. يعني أما تبقى قوة الزلزال إنها تحرك 3 متر عن مكانها باتجاه الغرب، الجنوب الغربي تحت عند إيطاليا، دي كارثة، دي كارثة. ده دليل انه كان زلزال قوي جدا. وبعده الارتدادي بعده عليه معاه بسبع، يعني هو 7.5 كان الارتدادي برضه نفس الكلام بنفس القوة. ده من علامات الساعة. ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية زلازل تظل 40 عاما. دي من علامات الساعة، اسمع معايا، تظل 40 عام زلازل، وتعمل الناس وتاخدهم في أنقاضها وتاخدهم في بطن الأرض، وزلازل وزلازل وبرق، كل دي من علامات الساعة. ولما يأتي النفخة الثانية، دي النفخة الأولى، زلازل 40 سنة. نسأل الله العفو والعافية يا رب، نسأل الله العفو والعافية. احنا هنلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ ايه يعني حاجة، زمن فتن رهيب، أمراض، ده فيروسات، ده مش عارفة ايه، وكل دي توقعات كانت موجودة من أكتر من 10 سنين فاتوا. إيه نظرية المؤامرة؟ من غير نظرية المؤامرة الواحد مش عايز نحطها في دماغنا قوي، لكن كله بقدر الله، نفر من قدر الله لقدر الله. كل بلد فيها ابتلاء، كل بلد يعني بصوا بدون منواري فيها ابتلاءها. وما نيجي نتكلم على ان دي تيجي على نفخة البوق الثانية، اذا هم خلاص قيام، خلاص كله طالع من قلب الارض. اذا زلزلت الارض اخرجت الارض اثقل كل انسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يزر الناس اشتاتا. خلاص، فالزلازل ايه من ايات الله، تخويف واستعتاب لينا احنا بقى. نروح اصلهم عصاه، يا دي ايه الخطاب ده؟ هما في ايه ولا في ايه؟ الامر دلوقتي مش محتاج منك تنظير ولا محتاج منك كذا. قول لنفسك المسلم هكذا يظن بنفسه، هو اللي مقصر، هو اللي محتاج التوبه، هو اللي كذا، يظن بغيره الخير. لكن اقعد انظر على الناس، وانتوا عصوا، وانتوا كذا، وانتوا كذا. طب ما يقول لك، وشوفوا بقى الشبهات اللي جايه بقى للاولاد، ما اللي بيموتوا اطفال ليه؟ ربنا مش ربنا عدل ورحيم ونعرض لامر؟ لا، المؤمن اصول الايمان الستة، الايمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره، خير الشر وقبل الخير الاثنين. طب الحزن والاسى لا يمنع عدم الايمان بالقضاء والقدر، ولا يمنع الرضا على قدر الله ابدا. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وان لفراق ابراهيم لا محزن. الاصل ان احنا، سامحوني معلش، الاصل ان احنا مؤمنين بالله عز وجل. احنا ايه بين قدر الله؟ زي الميت ما بين يدي مغسله. مؤمنين عندنا يقين في موعود الله، عندنا كده يرى منا الله الصبر والرضا والاحتساب وحسن التصرف، وناخد بالاسباب ونتعلمه. ما يبقى يعني الوضع في الجامعه، يعني يقول لك دلوقتي كهرمان مرعش، عايزين حد يوصل لكهرمان مرعش، عايزين حد يوصل للشمال السوري، الشمال السوري الامور فيها قليل، فيش عايزين بلدوزرات وينشات تشيل الناس وتشيل الانقاض والكلام ده. كل ده محتاج جهود جباره. اللي احنا نقدر نعمله كمسلمين التبرع، ونطلع افضل ما عندك، واولادكم تستغلوا الموقف وتعلموهم، طلعوا من هدومكم وطلعوا من حاجتكم، طلعوا من مصروفكم وطلعوا من كذا. لسه اخت ناشره صوره لاولادها الصغيرين، التحويشات كلها ليرات، تقول لك دولت نطلعهم. ايوه، علم اولادنا كده. المؤمن المسلم للمسلم كالبنيان كالجسد الواحد، وندعي لهم بالرحمه، وندعي لهم بالمغفره، ونواسي الدنيا. نشوف محلات تقول لك يلا خدوا الحاج، خدوا ما شئتم، وخدوا كل المؤن اللي موجوده. لكن ناس تروح وناس تطلع. دلوقتي الاولياء طبعا اللي بيروح لازم يكونوا مسعفين او تحت هيئه، عشان بس تقول احنا عايزين تحت هيئه دوليه وهيئه اغاثيه، او مسعفين يعني مكتوب ان هم يقدروا يسعفوا، او سبورجو، الناس اللي هتقدر اللي هم السبورجو يقدروا الايه، السبورجو يعني الرياضيين، ان هم يقدروا ان هم يطلعوا يشيلوا ويعملوا هكذا. وفرق الكشافه، شفت فريق من الكشافه هناك، وشفت فريق من الشباب هناك، ولكن بحدود.